خلال افتتاحه مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات، الرئيس السيسي يؤكد أن استمرار معدلات الزيادة السكانية سيلتهم أي إنجازات تتحقق. لتؤكد الدعم الكامل من قبل جمهورية مصر العربية لتحقيق إرادة الشعب التونسي الشقيق. في رسالة شفهية من الرئيس السيسي لنظيره التونسي، شكري يؤكد تسخير مصر كل إمكاناتها لدعم الشعب التونسي في هذه المرحلة التاريخية. وكالة الأمن البحري البريطانية تعلن انتهاء حادثة ناقلة النفط قبالة شواطئ الإمارات ومغادرة المقتحمين السفينة. نشرة العاشرة صباحا من قناة النيل للأخبار في القاهرة. طابت أوقاتكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. وخلال الافتتاح أشار الرئيس السيسي إلى أن التداعيات السلبية للزيادة السكانية تمتد إلى العديد من مناحي الحياة، حيث تعتبر الزيادة السكانية سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار وكذلك التعديات على الأراضي. بخطوات متسارعة تسابق بها الزمن تمضي الدولة على درب التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، وفي إطار تعزيز القدرات التصنيعية وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن المصري وتوفير المزيد من فرص العمل. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بمساحة تبلغ 135 فدانا، بإنتاج مكونات وجبة غذائية لطلبة المدارس بقيمة غذائية عالية من أجل إعداد أجيال قادمة تتمتع بحالة صحية جيدة، إضافة إلى بعض المنتجات الغذائية الأخرى لطرحها بالسوق المحلي والإقليمي، وتحقيقا لمبدأ الوصول إلى الاكتفاء الذاتي النسبي من متطلبات تأمين السلع الغذائية. واليوم تشرف شركة سايلو فودز بافتتاح سيادتكم للمرحلة الأولى كالتالي: صوامع القمح بإجمالي 14 صومعة بطاقة تخزينية 280 ألف طن سنوياً، مطحن القمح بإجمالي 2 خط بطاقة 234 ألف طن سنوياً، مصنع البسكويت بإجمالي 5 خطوط لإنتاج البسكويت بأنواعه بطاقة 68 ألف طن سنوياً، منهم 2 خط لإنتاج بسكويت الويفر بطاقة 25 ألف طن سنوياً، 2 خط الإنتاج بسكويت بالعجوة بطاقة 34 ألف طن سنوياً، وخط الإنتاج البسكويت السادة بطاقة 9000 طن سنوياً، مصنع المكرونة بإجمالي 5 خطوط لإنتاج المكرونة والنودلز بطاقة 151 ألف طن سنوياً، منهم 4 خطوط لإنتاج المكرونة القصيرة والطويلة بطاقة 147 ألف طن سنوياً. وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن المدينة الصناعية الغذائية تعد صرحاً عظيماً وإضافة حقيقية لقدرات الدولة في الصناعات الغذائية. هذا المشروع يعتبر نموذج صناعي متكامل يحتذى به، وخاصة من مفهوم سلاسل الإمداد، وهو أحدث مفهوم لرفع الكفاءة، ثم كذلك توفير الوجبة غذائية صحية متنوعة ومؤمنة لطلبة المدارس. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أوضح أن افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سيسهم في إعداد أجيال من الطلاب الأصحاء من خلال دعم خطط الوزارة لتوفير التغذية المدرسية الجيدة لنحو 13 مليون طالب، ويقلل من الاعتماد على المنظومة الصحية للدولة. التغذية المدرسية في المدارس المصرية ده برنامج بقاله عدد من السنوات بتقدمه الوزارة بهدف توفير تغذية مدرسية صحية للمساهمة طبعا بجانب الأنشطة الرياضية في إعداد جيل من الأصحاء، لأنهم ده يساعدهم على التعلم وعلى العمل وعلى بناء حياة منتجة لسنوات قادمة، ويقلل التكلفة على المنظومة الصحية من الأمراض اللي بيعاني منها الأجيال اللي سبقتهم. في أطفال عندهم أنيميا وسمنة
ودول في حدود 4%، وفي عندهم أنيميا وسمنة وتقزم ودول في حدود 0.5%. لما بنقول 1%، 0.5%، 4%، ده بيترجم عشرات الآلاف ويمكن ملايين من الشباب أو الأطفال الصغيرين اللي هيكبروا ويبقى عندهم معاناة، مش بس معاناة نفسية، كمان معاناة صحية. وحث الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين خلال كلمته على ضرورة مراقبة النظام الصحي والغذائي لأولادهم ورعايتهم، والحرص على ممارستهم للأنشطة الرياضية حفاظا على صحتهم. لازم يكون في ثقافة الناس ان هم يبقوا دايما عندهم مراقبة حقيقية لوزن أولادهم ومدى الكفاءة الصحية اللي بتبقى مرتبطة بان هو نظام غذائي ونظام صحي. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن هذا المشروع يستهدف إنتاج وجبات غذائية مدرسية متنوعة طبقا لأعلى المعايير. كما دعا الرئيس إلى إطلاق مبادرة للكشف على المقبلات على الزواج والراغبات في الإنجاب للتأكد من اكتمال كافة العناصر الغذائية اللازمة لديهن لبناء أجيال أصحاء. يا ترى التوعية الصحية في التلفزيون وفي الإعلام عندنا بيعرف إن بنتنا اللي عايزة تنجب المفروض ان هي تبتدي تجهز نفسها لهذا الموضوع بان هي تراجع نفسها صحيا وتبتدي تشوف العناصر الغذائية اللي موجودة اللي محتاجة ان هي تكملها في جسمها، عشان هي هتبقى لمدة 9 شهور بتقوم بتغذية طفل، الطفل ده هيبقى انسان بعد كده. وقد اجرى الرئيس السيسي جوله تفقديه بالمدينه الصناعيه الغذائيه، استمع خلالها لشرح مفصل عن طرق واساليب عمل خطوط الانتاج بمصانع المنتجات الغذائيه المختلفه بها، بدايه من دخول وتجهيز الاقماح الى هذه الخطوط، مرورا بعمليات التصنيع والانتاج، وانتهاء بالتعبئه والتجهيز لضخ المنتجات للسوق المحليه. قيل قديما من امتلك قوته امتلك قراره، وفي هذا الإطار وضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة يأتي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الصرح الصناعي الجديد الذي يمثل قيمة مضافة لقطاع الصناعات الغذائية، يلبي احتياجات السوق المحلية ويوفر المئات من فرص العمل ويسهم في ضخ مزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري. من المدينة الصناعية الغذائية سايلو بمدينة السادات، على رشوان، النيل. وعقب افتتاح المدينة الصناعية الغذائية أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، أكد خلاله أن الدولة قادرة على خلق منظومة الهدف منها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى بالشكل العلمي المخطط والتنفيذ والقوي أن احنا نقدر نعمل منظومة تحقق للناس اللي احنا بنستهدفه. بنقول ايه؟ عايز اودي منتج لابني وبنتي الصغيرين دول اطفال او احفادي يعني في الحاله دي، على الحاجه دي تقدر اقول ايه؟ انا هستهدف المدرستين دول اللي موجودين مثلا في محافظه ما ان هم عندهم مشكله في الانيميا، فاروح مطلع لهم من هنا منتج ليهم هم يبقى يعالج موضوع الانيميا لغايه لما نيجي نعمل فحوصات بعد شهر 2 سنة اطمنا ان الموضوع بقى متوازن ونرجع لحاجه ثانيه. تنظم هيئه قناه السويس اليوم احتفاليه لتدشين الكراكه الجديده حسين طنطاوي ورفع العلم المصري عليها، وذلك بميناء الهيئه الجديد بالقنطره شرق بارض سيناء. الكراكه حسين طنطاوي ثاني اكبر كراكه في الشرق الاوسط، والتمتع بمواصفات متطورة وقادرة على التعامل مع كافة أنواع التربة بما فيها الصخرية، وهي مزورة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية، وسيتم اشتراكها في إنجاز مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي. للمزيد من المتابعة حول هذه الاحتفالية التي بصددها هيئة قناة السويس، تنضم إلينا من منطقة
الإسماعيلية، مراسلة النيل أمل صبري. أمل، بعد التحية، كيف تتابعين الاستعدادات لاحتفالية تدشين الكراكة الجريدة حسين طنطاوي التي تنظم هيئة قناة السويس حفلة لتدشينها؟ التحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل للأخبار. بالفعل تنظم هيئة قناة السويس اليوم احتفالية ولكن لعدد من المناسبات، يعني يمكن من بينها أو في مقدمتها احتفال مصر والعالم بمرور 6 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، والتي بيتواكب ذكراها في يوم 6 أغسطس، والتي افتتحت بذات التاريخ من عام 2015 بمشاركة دولية كبيرة. بيأتي هذا الاحتفال بمشاركة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وعدد من المسؤولين من الهيئة ومن جهات مختلفة وممثلي للحكومة المصرية. بيأتي الاحتفال بمرور ذكرى 6 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، والتي انطلقت في عام 2015 بمشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى وبحضور زعماء وملوك العالم والوفود العربية والأوروبية والأفريقية والأسيوية أيضا، والذين حضروا حفل الافتتاح بدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاهدة الإنجاز المصري وقدرة المصريين على تحقيق الحلم بافتتاح القناة الجديدة في وقت قياسي، والتي تجلى أثرها كأهم ممر ملاحي يربط بين الشرق والغرب أثناء جنوح السفينة إيفرجرين، حيث توقفت التجارة العالمية وأثر ذلك على أسعار النفط العالمية وتأخر للسلع الأساسية لكثير من الدول. تعد قناة السويس أطول ممر مائي دولي، وهي قناة مفتوحة لا يوجد فيها أهوسة أو حواجز، مما يساهم في انسيابية المرور داخل القناة، وتتعاظم أهمية قناة السويس بقدر تطور وتنامي النقل البحري والتجارة العالمية. أيضا ساعدت قناة السويس الجديدة في تقليل زمن عبور السفن للقناة، أيضا ازدواجية القناة في استيعاب السفن التجارية الضخمة للعبور من خلالها، مما ساهم في رفع معدلات الملاحة التجارية سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر. أيضا بتحتفل هيئة قناة السويس اليوم بانضمام الكراكة حسين طنطاوي لأسطول الكراكات التابعة لهيئة قناة السويس، وده اللي حنوفيكم به من خلال خدمتنا الإخبارية القادمة بإذن الله. أكيد. مفردة النيل إلى مقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية أمل صبري، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. إلى الملف التونسي، حيث بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة شفهية إلى نظيره التونسي قيس سعيد، نقلها له وزير الخارجية سامح شكري في قصر قرطاج، تضمنت دعم مصر المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها الرئيس التونسي. دعم مصري متواصل للشعب التونسي لاستعادة الأمن والاستقرار، دعم مصري لجهود الرئيس قيس سعيد الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة. هذا الدعم تجسد في زيارة قام بها وزير الخارجية سامح شكري حاملا رسالة شفوية من الرئيس السيسي للرئيس قيس سعيد. تشرفت بأن استقبلني فخامة الرئيس قيس سعيد لأنقل لفخامته رسالة من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتؤكد الدعم الكامل من قبل جمهورية مصر العربية لتحقيق إرادة الشعب التونسي الشقيق والإجراءات التي تتخذ من قبل فخامة الرئيس لتحقيق الاستقرار والأمن. وزير الخارجية أعرب أيضا عن ثقة مصر في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة. هذه لحظة تاريخية يطلع بها شخص يعلي قيم الديمقراطية، قيم الدستور، قيم المؤسسات وأهمية الحفاظ على الدولة التونسية لتحقيق إرادة الشعب التونسي واستقراره وأمنه، ونجد هذا يتسق مع كل ما
يشهدوا الحراك الشعبي وكل ما يلبي إرادة الشعب التونسي. نحن نستشعر بوحدة المصير فيما بين دولتين تربطهما علاقات وثيقة من الأخاء والتضامن والإحساس القوي بالمصير المشترك، وكل إمكانياتنا مسخرة لدعم الشعب التونسي خلال هذه المرحلة التاريخية الحاسمة. الرئاسة التونسية من جانبها أكدت أن اللقاء فرصة جديدة خلالها رئيس تونس الشكر لمصر قيادة وشعبا على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كورونا، والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بإنهاء مهام سفير تونس في واشنطن نجم الدين الأكحل، والذي كان يشغل منصب سفير ومفوض فوق العادة للجمهورية التونسية في واشنطن. من ناحية أخرى، أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن تأييده لقرارات الرئيس قيس سعيد لاستجابته لتطلعات الشعب. وأضاف الاتحاد العام أن وقت الحوار انتهى ولا مجال لاستئناف عمل البرلمان أو العودة للوراء، كما دعا الاتحاد الرئيس إلى الإسراع بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات العاجلة. إلى الملف اللبناني، حيث يحيي اللبنانيون اليوم ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أحياء في المدينة وفاقم من تدهور الاقتصاد، مطالبين بالعدالة ومحاسبة المسؤولين على الانفجار المروع. تزامنا، تعقد الدول المانحة عبر تقنية الفيديو بدعوة من فرنسا وبرعاية الأمم المتحدة مؤتمرها الثالث منذ الانفجار من أجل دعم لبنان، وتأمل أن تجمع خلاله مبلغ 350 مليون دولار. عام مر على انفجار ميناء بيروت الذي غير وجه المدينة وحصد أكثر من 200 قتيل وآلاف المصابين من دون أن تكشف أسبابه أو يحاسب المسؤولون عنه. في الرابع من أغسطس الماضي اندلع حريق في ميناء بيروت، تلاه انفجار هائل وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص وألحق دمارا ضخما في الميناء ومعظم الأحياء الشرقية لبيروت جراء انفجار 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ عام 2014 في الميناء. وتبعا لذلك، وفي السادس من أغسطس الماضي تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين حملوهم مسؤولية المأساة، وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة أدت إلى استقالة حكومة حسان دياب في العاشر من الشهر نفسه، ليكلف الرئيس اللبناني ميشيل عون سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، وتتوالى بعدها الخلافات السياسية ويتعذر تشكيل الحكومة ويكلف رئيس وزراء ثالث وهو نجيب ميقاتي وسط حالة سخط شعبية جراء تدهور الوضع الاقتصادي وعدم الكشف عن المتسببين في الحادث. في غضون ذلك، تؤكد مصادر قضائية أن الجزء الأكبر من التحقيق انتهى، ولكن الحصانات والأذونات السياسية تقف عائقا أمام استدعاء نواب ووزراء سابقين كانوا يعلمون بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في الميناء. وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين الماضية اغتيالات وتفجيرات لم يكشف النقاب عن أي منها إلا نادرا ولم يحاسب أي من منفذيها، لا زال اللبنانيون وعلى رأسهم أهالي ضحايا الميناء ينتظرون أجوبة عن أسئلتهم. من أتى بهذه الكمية الضخمة من نيترات الأمونيوم إلى بيروت؟ ولماذا تركت 7 سنوات في الميناء؟ ومن كان يعلم بها وبمخاطرها؟ وما هي الشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم؟ عام مر على طرح تلك الأسئلة وليس للإجابة عنها سبيل حتى الآن. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون دعمه للتحقيق النزيه وصولا للمحاكمة العادلة في قضية انفجار ميناء بيروت، وذلك خلال كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانفجار الميناء. نعم للتحقيق النزيه والجريء وصولا للمحاكمات العادلة، نعم للقضاء القوي يلي
ما بيتراجع قدام صاحب سلطة مهما على شأنه، وما بيخاف من الحصانات والحمايات لتحقيق العدل ومحاسبة المتسببين بالانفجار. لازم القضاء يروح للآخر بالتحقيق والمحاكمات، وأنا معه وحده حتى تنجلي الحقائق وتتحقق العدالة. المزيد من المتابعة والتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت السيد أحمد عز الدين المحلل السياسي. سيد أحمد، يعني بعد التحية، عام مر على ذكرى هذه الكارثة، انفجار ميناء بيروت والذي هزت لبنان، وما زالت تحقيقات عاجزة عن تقديم المسؤول عنها إلى العدالة. في رأيك أهم الأسباب التي ما زالت تعوق سير العدالة والكشف عن المسؤولين، والأهم حجم المساعدات المأمول والمتوقع لدعم لبنان؟ الحقيقة هو يعني يوم حزين بالنسبة لكل اللبنانيين وقفوا أمام هذه الذكرى التي يعني كانت كما أشرت هو أكبر انفجار غير نووي في العالم، وحصد يعني أكثر من 200 ضحية وألاف الجرحى ودمار، تدمر جزء كبير من العاصمة بيروت وأبنيتها الأثرية القديمة. يعني هي وقفة حزينة جدا، لكن المشكلة يعني أن التحقيقات في لبنان بطيئة، وهي أن في السنوات الأخيرة أو في العقود منذ أكثر من 30 سنة وحتى الآن، يعني منطق المحافظة السياسية قد دخلت في شرايين الدولة في كل مكان من الدولة، بالتالي حتى القضاء لم يعد القضاء المستقل. ويعني أكبر دليل أن يعني التشكيلات القضائية التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى قد توقفت منذ نحو عدة أشهر بسبب اعتراض قاضية محسوبة على يعني تيار رئيس الجمهورية لا تريد التشكيل أو تغيير موقعها، وبالتالي يعني هناك يعني عدم ثقة بأن القضاء في لبنان سيصل إلى نتيجة. ومن هنا يعني الوسائل كشف الحقيقة يعني مشكوك فيها، وبالتالي هي تسير بوتيرة غير صحيحة. يعني لو لاحظنا أنه بعد الانفجار كان هناك بيان صدر عن رئاسة الجمهورية بأن الحقيقة ستظهر بعد 5 أيام، بعد سنة لم يظهر أي شيء. طبعا هي المشكلة الأساس هو المطلوب كيف دخلت هذه النترات، ولماذا يعني ماذا حصل مع الباخرة، ولماذا تم توقيف الباخرة وإغراقها ثم وضع تفريغ هذه المواد وحفظها، وكيف يعني هناك أيضا أسئلة كبيرة أن الكمية كانت 2750 طن، وأن من فجر هو نحو 500 طن فقط، فأين ذهب يعني أين ذهب 2250 طن؟ كل هذه الأسئلة يعني لا تلقى جوابا. يعني طبعا هناك تحليلات، هناك معلومات، ولكن كلها لا ترتقي إلى مستوى الحقيقة أو التأكيدات. يعني هذه الأمور كلها هي تبقى في خاطر الجميع، وهناك عدم ثقة لدى كل أهل الضحايا، لدى كل اللبنانيين، من أن القضاء سيصل إلى نتيجة عادلة، أو أن يعني المسؤولون أو القائمون على الدولة السلطة سيسمحون بوصول الحقيقة يعني بإيقاع الحقيقة إلى الناس. ربما هناك عجز كامل في هذا الموضوع. أشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة السيد أحمد عز الدين المحلل السياسي اللبناني، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لحضرتك. أعلنت وكالة الأمن البحرية البريطانية اليوم أن الحادث الذي وقع على متن سفينة قبالة شواطئ الإمارات العربية المتحدة واعتبر عملية خطف محتملة قد انتهى من دون أضرار. وأوضحت الوكالة أن الأشخاص الذين صعدوا على متن السفينة غادروها وباتت في أمان وانتهى الحادث. ويأتي هذا الحادث بعد 5 أيام على هجوم استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان، أسفر عن سقوط قتيلين، وحملت عدة عواصم غربية إيران المسؤولية عنه. ختام النشرة تذكرة بأهم العناوين. خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات
الرئيس السيسي يؤكد أن استمرار معدلات الزيارة السكانية سيلتهم أي إنجازات تتحقق، لتؤكد الدعم الكامل من قبل جمهورية مصر العربية لتحقيق إرادة الشعب التونسي الشقيق. في رسالة شفهية من الرئيس السيسي لنظيره التونسي، شكري يؤكد تسخير مصر كل إمكاناتها لدعم الشعب التونسي في هذه المرحلة التاريخية. وكالة الأمن البحري البريطانية تعلن انتهاء عملية الخطف المحتملة لسفينة قبالة شواطئ الإمارات. ختام النشرة بعد قليل قراءة صحفية جديدة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.